نحس براسي مزيان خصني واحد لا دوز ديال الضحك بليا بيا يا راه الضحك بليا كنت بلا به. Voilà, on offre un petit massage, soin de cheveux si vous voulez. دكتور هلال عبيد الله 33 سنة من المغرب أخصائي في أمراض القلب والشرايين وفنان كوميدي كيموت على شي حاجة سميتها الضحك واستعمال الضحك في العمل ديالي الطبي. السلام عليكم، اليوم غنقول لكم على جوج ديال المرضى، واحد شفتو في المغرب واحد شفتو في فرنسا. أن سول بوان كوما بجوجهم كيكميو الحشيش الله يعفو. هو أنايا الكوميديا كانت في الدم ديالي من صغري، ومن الحلم ديالي وانني نطلع فوق الخشبه وندوز داك الشيء اللي كنعرف ندير في الضحك للناس. هادشي بديتو في 2014 في المغرب مع الثنائي لي زانكاليفيا. نجي نهضر معاك نقول لك صافا جبت صافا سي فري تونسي تهضر معاهم حتى صايم في رمضان والله تطلع لك النهار ديالك بالله. ولكن في 2019 من جات الازمه ديال كورونا بديت كندير دي فيديو ياك باش انني كنفسر للناس المعلومه الطبيه، ولكن بالطريقه ديالي ديال الضحك الضحك فيا الدم ديالي. مع كاع داك الرجال اللي كيكميو هذه 30 عام 40 عام الحشيش الكارو اللي كيجيو عندك تيقول لك واصي الطبيب دابا راه ديما سمع مرتي راه ما بقاش بحال اللي قبل راه قضيه ما في وحل شي دابا اصلا شنو خص جيت فيها غدير وجايه باش كانوا اللي كتكيم سي نورمال تاوي وسي نورمالي وحبس الكار وحبس الحشيش اصاحبي تكون مع السبع الله يبيض راه معك شي عبد بالله. هي المعلومه كتوصل بالنسبه ليا بطريقه سلسه وكتوصل لاي واحد اي ترونج داج واش كيتقبلوها ولا ما كيتقبلوهاش. كنحاول على اساس نعطيهم داكشي اللي سون اللي سي ريزوني المعلومه اللي غادي نفهمهم. المهم خصنا سبعه السوايع ديال الناس ديالنا، مي كتناس كتريكوبيري بحال التليفون، مي كيديشارجا كيتشارجا كيريكوبيري باش تقدر تهضر مع الجميمه. دابا الناس اللي كيشوفوني اول مره ضحك ولا كنتسنى ما كيعرفونيش، دابا انا في فرنسا ما كيعرفونيش وكيشوفوني يعني كنستعمل الضحك وكيجاوب تجاوبوا معايا وكيتجاوبوا في شكل تقول واش يا عبد الله ديرك شكي واش طبيب هذا ولا شفت. عندي واحد الرغبه فيا الداخل واحد الطاقه فيا الداخل انني باش نحس براسي مزيان خصني واحد لا دوز ديال الضحك بليا بيا يا راه الضحك بليا كنت بلا به. بزاف ديال المرات شحال الحوايج طراو ليا مع المرضى ولا الحوايج طراو ليا مع الستاف تنقيدهم عندي في التليفون ديالي وكنجربهم في السبيكتاكل ديالي في لو سوار ميم ملي كنمشي ملي كنمشي لاسين. كنيفيتي الماكسيموم نتفرج في لي زوموريست الاخرين باش الانسبيراسيون ديالي نجيبها من داكشي اللي كنعيشو انا. داكشي اللي كيدير كتلقى واحد كيدير بالجيتار في بيته ياك قدام مراية فيديو كيديرها صغيرة لو لوندو ما كتلقاه كيلعب في ان ستاد كبير. دونك راه كلشي كيبدا بصغير ولكن شوف على حسب انت فين بغيتي توصلو. سي سا لو سي سا ليدي سي سا نصيحة ديال الشباب كاملين اللي كيديروا اي مهنة في العالم متعوا الروح ديالكم بشي حاجة فنية ولا شي حاجة روحانية ولا شي حاجة اللي كتعجبكم نتوما واحد اخر غير هنا المهنه ديالك ديرها عاد دير داكشي الاخر. كلشي حنا عندنا ثنائي عندك الرجل والمراه علاش كان الليل والنهار دونك هي توجور هاد الثنائيه هادي اللي ضروري خصها تصاوب حتى في المهنه ديالك. المهنه ديالك وشي حاجه اللي كت اللي الفرفاشه